بتكلم على تونس، تعالوا نروح تاني للمادة المصورة وهشوف مع حضراتكم النادي الافريقي. النادي الافريقي الحقيقة يعني علامة استفهام. النادي الافريقي التونسي يا جماعة بقاله 3 سنين في مرحلة انعدام وزن، ربما الأزمة المادية ليها الدور الأكبر، الإدارة برضو يعني في نوع من عدم الاستقرار، الجمهور هو اللي واقف مع النادي وهو اللي بينقذه وهو اللي دايما في ظهر النادي وهو اللي بيدعم النادي. تعالوا نشوف اخر مباراه للنادي الافريقي لعبها مع اتحاد تطاوين. يعني فرق كبير قوي في الاسم بين النادي الافريقي النادي الكبير والعريق وصاحب الشعبيه الكبيره واتحاد تطاوين. المباراه دي يا جماعه اللي امامكم، الافريقي بيرتدي طبعا الفانيلات البيضاء بالخطوط الحمراء وتطاوين في الجانب الاخر بالفانيلات الزرقاء. اتحاد تطاوين تقدم 1-0 وأدرك التعادل للنادي الأفريقي بعد كده فاسو باسيرو عشان تبقى نتيجة 1-1. والبقية الكرة في الشباك، باسيرو كومباوري في دقيقة 45+2 يضع النادي الأفريقي في المقابل. الحكم يعطي إشارة التنفيذ، لا يوقف مرة أخرى المباراة الحكم ثم يصفر إشارة التنفيذ. محمد علي عبد السلام والتعادل، هدف التعادل للاتحاد الرياضي بتطاوين، مخالفة ممتازة ومحمد جديد في المباراة. الاتحاد يعدل هذه الإعادة، تقدم أول اتحاد تطاوين، كرة ثابتة زي هدف الهلال ما اتكلمنا عليه، لابد نتكلم على الهدف ده، جميل جدا. الافريقي وصل، يعني شوفوا حضراتكم بنتكلم الافريقي هنا مغلوب 2-1، كان مغلوب 1-0 وبعدين مغلوب 2-1، يعني النادي الافريقي مغلوب 2-1 الافريقي باسمه بتاريخه كان كسبان 1-0 وبعدين دخل فيه جونين، فالفريق حتى طويل عمل رومنتادا. الافريقي تتخيلوا ما نجحش في ادراك التعادل الا في الوقت بدل ضايع، هنشوف هدف التعادل نشوفه مع بعض. نجح في ادراك هدف التعادل في اللحظات الاخيره وفي الوقت بدل ضايع في الدقيقه كام؟ 92. تتخيلوا حضراتكم النادي الافريقي باسمه وبعرقته يحقق التعادل في اللحظات الاخيره وفي الثواني الاخيره، ويعني انا شخصيا زعلان جدا على النادي الافريقي وشايف انه امكانيات هذا النادي وشعبيته تستحق الكثير. الافريقي دلوقتي رصيده 5 نقاط من 4 مباريات، يعني فقد 7 نقط. تتخيلوا بعد 4 مباريات ب 12 بونت المفروض يجمع منهم، جمع 5 نقاط فقط. هنا زي ما قلت لحضراتكم كان تقدم 1-0 بس يعني حتى تقدمه فشل في الحفاظ عليه ودخل فيه هدفين وبقت النتيجة 2-1 لفريق اتحاد تطاوين. الافريقي على مدار المسابقة سجل في ال4 مباريات 5 اهداف ودخل مرماه 7، برضو علامة استفهام يا جماعة، وخسر مباراة وتعادل مباراتين ولم يحقق الفوز الا في مباراة واحدة بس. ادي هدف تطاوين قلت لكم لحضراتكم عليه، هدف جميل، هدف التعادل، وطبعا كان من فاول. لكن عايز اقول لحضراتكم انه الافريقي جمهوره هو اللي حاميه، جمهوره هو اللي دايما واقف معاه في الصعاب وما بيتخلاش عنه. ويعني كان في كلام انه مديره الفني لن يكمل المهمه اللي ضحى كتير اللي هو سعد دريدي، لكن هو لغايه هذه اللحظه مستمر مع الفريق. قلت لحضراتكم ان الافريقي ادرك التعادل في اللحظات الاخيره، فضل مغلوب لغايه الدقيقه 92 لكن الفريق ادرك التعادل في اللحظات الاخيره. في لجان كتير اتعملت عشان دعم النادي وعشان مساندته وعشان تقف معاه، وكان منها لجنه عملها الدكتور محسن الطرابلسي، كان طبيب للمنتخب تونس ورئيس اللجنه الطبيه في النادي الافريقي، بتضم شخصيات مميزه بتحاول ان هي اسمها لجنه التحالف. ايه الغرض منها؟ تعمل دعم للنادي الافريقي وتحاول انه دايما تساعده ماديا، دي حاجه كويسه، ممكن ما تكونش جمعت مبالغ كبيره لكن اي مجهودات واي يعني مجموعه تتحالف من اجل الافريقي ده شيء جيد جدا وشيء مميز جدا.